ما اعرفش. بديتي سير تفضلي الاسم ديالك. نادية. اختي نادية، شنو القصة ديالك؟ عاودي لنا القصة ديالك. شنو نقول لك؟ انا قولي الصوت ديالك نادية. المهم انا كانت عندي، ما عاود لك، المهم من الاول انا كانوا عندي اصلا مشاكل مع الدار. كان با وامي كانوا عندهم مشاكل. كانت امي كتخاصم مع با، وكتمشي لدارهم، تمشي لدارهم في واحد البلاد، يعني عشتي ربما في ظروف صعبة. وعند عشت في ظروف صعيبة. من كان با الله يرحمه كانت كتخليني ليه، وكنت كنعيش انا وياه في الزنقة مسكين باش ما يفرطش فيا. هي من بعد يعني ربما ذاك الحنان اللي تحرمتي منه تعرفتي اول واحد غادي يوقع ليا معاه المشكل، بحال قلتي، بحال كنت كنتظر انه بحال يوقع ليا المشكل باش تخرج من الدار. هي كي تعرفتي مع السيد؟ والو، غير تلاقيت مع واحد الخطره وهضرت معاه وداكشي على اساس شي حاجه طبيعيه، ماشي زعما مشيت شي بلاصه زعما ندير معاه شي حاجه خايبه. وتعرفت عليه شحال وكنت عمرك؟ 17. شحال استمرت العلاقه قبل ما يتكبس عليك؟ شهرين شهرين كيخرجني يدورني ناكل نشرب داكشي. انا ما عمرني ما عشتو، انا في دارنا كنت نتغدى ما كنتعشاش، ندورو نتساراو يعني. وراني واحد البلايص زوينين. صافي هي هذيك دازت واحد الشهرين. المهم كان كيقول لي انا خاصني شي وحده مطلقه زعما باشي زعما يدير، خاصو هو منين يدوز ليا يعني هذيك العلاقه اللي داير معايا ما خداماش ليه. صافي بقيت معاه على داك الحال هكاك هكاك هكاك، هو ما لقاش منين يدوز ليا يعني، خاصو يدير ليا الحيله باش يشدني. شنو دار لك؟ المهم واحد انا كل نهار كنتلاقاو، جا هو كان خدام، جا قال لي راني دخلت لاكادير. المهم لبست خرجت، انا خاصني المغرب كنكون في الدار يعني، كنخرج كنمشي في ما بغيت، المغرب خاصني نكون في الدار. هو كان بالله يرحمه ما كيضربنيش. المهم غير الا كان غير الا غوت عليا كنبكي. حاولي تختصري يعني المهم صافي اخويا. المهم صافي هي هذيك داني لواحد الدار، دار لي الحيله تا دخلنا ليها. المهم دار داكشي اللي بغى يدير. شنو تكفص عليك؟ تكفص عليا مده 3 ايام. واش احتجزك؟ وراه بحال احتجزني، راه سد عليا ما خلانيش نخرج. تمن التليفون اللي كان عندي هرسو ليا، حيت كان بالله يرحمه كيصوني عليه وهرس ليا التليفون. المهم وقع مشكل هذيك الليله. الغد ليه قلت ليه اش غدير معايا، قال لي ودي راني مزوج وعندي الاولاد. يعني صافي تما صدمني. جينا المهم البلاصه اللي ساكنين فيها، شرى لي واحد الفانيده في واحد الباكيه عطاها لي شربتها. انا ديك الساعه ما كنتش عارفه، منين دابا منين عقلت عرفتها ديالاش يعني. ديك الفانيده باش ان داك الشيء اللي دار معايا 3 ايام يحيد، ما باش ما نحملش. عطاها لي قال لي هاك اشرب هاد الفانيده. صافي وانا نشربها. صافي هي ديك قال لي عطيني النمره ديال باك، عطيتو النمره ديال باك. قال لي ودي راه بنتك راه تلاقينا معاها في البلاصه الفلانيه فلانيه، راه بقات فينا وشدينا عندها 3 ايام، راه درنا لها عقلها، راه دابا هي جايه للدار. جيت انا للدار لقيت با الله يرحمه كيتسناني عند الباب. قلت ليه شوف راه شو وقع لي، شو وقع لي من الاخر، ما عندي ما نقول لك. واخا هكاك با مسكين ما قال لي حتى حاجه، قال لي طلعي سروالك بحال هكا. قال لي انا راضي بك، انا ما سمحتش، انا بقات فيا الشمته. بقيت كنمشي ندور معاه ونجري معاه، كنجري معاه هكا. واحد دازت واحد ما حاملاش ديك الساعه، مازال راه تدوزت معاه شي عامين عاد حملت. اليوم كيقول لي غندير معاك غندير هادي، حتى ولا هو كيقول لي خاصك تحملي باش المخزن يكاتبنا. سيري اي حيدي، سيري اي حيدي. استغفر الله العظيم. المهم حملت انا، مازال ما هذيك الساعه ما عارفه راسي حامله. كنت ضربت انا وياه، لاح ليا حوايجي للزنقه. منين لاح ليا حوايجي للزنقه مشيت ديكلاريت به. سكنك معاه؟ سكنني معاه، حيت انا صافي راه ما خرجت من الدار، ما بقيتش كنمشي للدار. سكنت معاه وداك الشيء. قال لي صافي ديري زيفك وديري جلابيتك وستري راسك. قال لي صافي راه حنا ضاربين راسنا المعقول وهادي، وانا غادي نديرو شي حل باش نديرو، حيت الاخرى باش تعطيني الموافقه هاد اللي هذيك بطبيعه الحال ما غاديش تعطيها لي. المهم كلشي الناس عارفين اش واقع، تشوهنا. صافي ضربت انا وياه هذاك النار، نهز لي واحد ديكودر مشيت ليه للدار. حيحت عليه، منين حيحت عليه ما دوز غير سطافيت هزتني انا وياه، ضربني كان جمعني بواحد النص هزتني سطافيت انا وياه. منين هزتني انا وياه كان ديك الساعه رمضان، منين هزتني انا وياه دخلنا
اش كاين ماش كاين. قلت له مودي هاد السيد راه تعدى عليا، اش وقع ليا معاه، اش وقع ليا معاه وهادي. قال لي اش غتسامحي انت ويا؟ قلت له ما غاديش نسمح ليه. تلقونا منين تلقونا رجعنا للدار، عيط ليا قال لي واش غادي تسمحي غتجيبي لاكارت ديال. قلت له لا ما غاديش نسمح، غدير معايا شي حل ما غنبقاش بحال هكا. داروا معنا باش نهار اثنين نمشيو، مشينا هو دا المراه ديالو زعما معني بها، دا المراه ديالو. منين دخلنا تما قلت لهم راني حامله، انا غير كذبت. قال لي منين انت حامله جيب لنا شي ورقه. مشيت انا عند با الله يرحمه قلت له ودي اش كاين واش كاين. قال لي واش هكا بنتي سيري ديري التحاليل. مشيت درت التحاليل لقيت راسي نيت حامله. ملي لقيت راسي حامله زعما انا فرحانه غادي دير معايا شي حل. مشيت كنجري مديت ليهم الورقه صافي، هما يديروا لي المينوط، داروا لي المينوط. مشيت دوزت 48 ساعه تقدمت الغد لي عند الوكيل. دوزت دوزت عطاوني 3 شهور، عطاو شهرين، نقصوا لي شهر في الاستئناف. ودخلت كنتوحم من الحبس، خرجت عاوتاني بقينا على داك الحال. ولدت عاوتاني دازت عاوتاني واحد المده ضربني عاوتاني، دوز فيها تاني شهرين ديال الحبس. يعني كلشي سيق الخبر، عارفه اش داكشي واقع بيني وبينه. وانا كدمع على الناس كنقول لهم راني زعما راجلي و صابره معايا، ما عنديش فين غنمشي. هو ما غيخلينيش اصلا، خاص ما خاصني اصلا، ما عنديش البلاصه اللي ساكنين فيها عارفني فيها، يعني خاصني نحيد انا من حداه. واش فهمتي؟ بقيت ولدت لولد البنت الاولى، زدت عاوتاني الثانيه عايشه معاه، ما كنخرج ما كنضرج ما كنفسد ما كندير حتى شي حاجه. جالسه معاه اللي جاب ليا كناكلها، انا ما كنخرج حتى في الزنقه. يعني حتى منين دابا غرقت على راسي، عرفت راسي بيت نخرج ما لقيتش حتى فين نمشي. انت لقيتي راسك ولدتي مع ثلاثه؟ ولقيت راسي ولدت ثلاثه، ولقيت راسي دازت 12 عام من عمري، مشات غا هكاك وضاعت لي حياتي، مشات لي غا هكاك. ولكن واش كان كيوعدك يعني؟ وديما وحنا اصلا عمر الوراق حدايا، حنا ديما كنمشيو كنصيبوا الوراق، كيقول لي نديروا بعدا اثبات النسب، من بعد راه غيديروا لنا القاعات شويه. تيقول لي غنمشي وما تعطيش المراه الموافقه شويه، تيقول لك كان قال لي راه غادي نمشي ندير واحد شهاده العزبه، نمشيو للصحراء ونتكاتبوا ونديروا. قلت لي لا انا ما غاديش ندير الوراق مزورين، على اساس راه غادي نوحل في الحاله المدنيه. كل مره كيدير معايا هكا، ندير يعني دابا عايش معايا كيقول لي خاصنا. وما عمره ما قال لي نصيبوا دوك الوراق الدراري، حنا ديما المشاكل ديالنا الوراق 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 الوراق. ما بغى يدير معايا حتى شي حد، تنتحرك 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 وشي حاجه ما كايناش، ومكرفصه ويضربني. ابسط مشكل نضربوا عليه خاصو ندويش للخني، ابسط مشكل. طب ما بقاتش عندي الصحه، دابا رانا مضيعه معاه، ما واكله ما شاربه. دابا حكمه عليا المحكمه بالافراغ من الدار اللي خارجه، فهمتي؟ حكم عليا المحكمة من الدار. انا دابا غنخرج، بقات لي 4 ايام وخاصني نخوي. الا ما خويتش قبل ما يجيو هما غادي يلوحوا لي حوايج ديال الزنقة. ولا زاد وما زاد وما كاينش اي. انا دابا ما بقيتش طامعة في الوراق، سيري حيدي. انا ما بقيتش اخويا دابا طامعة في الوراق، انا دابا طامعة غير نخرج من هنا، خايفة منه. هو راه كيجي كيحيح عليا كيهرس عليا الباب بالليل، ياك وليت خايفه منه. ولا ناكل العصا، انا ما بقيتش قاده على العصا، ما بقيتش قديت عليها، راني كلشي مجوغه وبزاف، راني دير لي 14 غرزه في راسي وقطع عليا العصبه ديال صبعي الصغير. وما كيتناولش هو، راه ملي كنضرب انا وياه، هو ماشي نقول لك شي شمكار ولا شي حاجه، هو راه ملي كنضرب انا وياه كيوقعوا بيناتنا المشاكل، كيمشي كيشرب كيجي كيحيح عليا. الا شتي يتعزلوا من وسط الرجاله، ماشي نقول لك زعما شي واحد اللي شمكار ولا شي واحد اللي مقطع الوراق ولا شي بوالحباسات ولا، راه الا شتي تقول هذا هو الراجل. ولكن راه عارفه كلشي، عارف راه ولادو عارفين، راه رانا راه ولا ولادو كيقراو مع ولادي في نفس المدرسه. اش ما تقولها ساكته، راه ساكته كتشوف كلشي بعينها وساكته. اش بتقول؟ ما عندها ما تقول. اش غتقول؟ ما عندها ما تقول، راه ساكته وكتشوف وساكته وعايشه و... يعني راه هذيك مرتو وانا مرتو وصافي، هادشي هادشي اللي كاين صافي. هي راه جالسه خويا في دارها بوراقي، انا اللي ضيعه. انا لا ترشق لي غادي يزيد ويخليني انا وهاد الدراري، حنا ضعنا. انا دابا شكون اللي بيرحمني؟ وما عندي حتى شي ورقه عليهم، عندي الشهاده ديال الولاده صافي. راه هما باش دخلتهم دابا المدرسه، وانا دابا انا خويا انت كتشوف كلشي، راني جامع حوايجي ما عنديش حتى فين نمشي، راه فراس كناكل العصا ما كنلقاش فين نغضب بالليله، هي الاخا ما عنديش فين نمشي، ما كاينش ما كنلقاش حتى فين نغضب حتى ليله. اقسم لك العظيم اخويا دابا انا 3 ايام حنا كناكلوها في الخبز واتي، والله ما كنلقاوش حتى اتي عند جارتي. انا اخويا بيت اللي عتقني من هذا الشيء، انا بيت نتعتق، انا ما تليتش بيت نبقى عايشه في هذه الحاله، بيت نفك معاه، راه ما حدي قاعده معاه هنا، راه ما حدي غنبقى على راسي، بيت نضرب تمر على ولادي. انا امي لاحتني من لحش ولادي،
واش فهمتيني؟ دابا غنضرب تمر على ولادي، بيت نمشي نخدم، بيت نتكرفص، بيت نتعذب، بيت مسكنه، بيت نستقر، بيت واخا نكري غير شهر غير نخرج من هنا، واخا نخرج من هنا نخرج من هنايا. انا دابا حاليا الوفيه ديال لاكارت عامين دابا، ومع دابا هادشي اللي واقعنا في الدار على حساب هاد الافراغ هذا ما عنديش باش نصيبها، ومولات الدار كتسالو عام ونص ديال الكرا، ودابا ما عنديش دابا اي ورقه. دابا بغيت لا كارت ناسيونال ديالي ميته، ما كاينش تقدير لك شي غرض، خاصوني شهاده السكنه. ما انا ما عايشاش، انا مكرفضه ومريضه، تخيل انا اللي مريضه ما كنقدرش حتى نتمشى، دايخه دايخه من كثر العصا اللي كنت كناكل في الراس، راني دايخه بزاف. راه كنقول لك، قلت لك قويله خويا كنتمشى، خاصني نبقى واقفه تنتبت راسي نعرف راسي في كاينه غدا بلا عقل. حتى ولادي ما بقيتش كنقد نربيهم، الدري الصغير اختو عندها 9 سنين، هي اللي مقابله، هي اللي كتبدل لي، هي اللي كدير لي كلشي، وانا قاعده كنشوف. ما بقيتش قديت ندير حتى شي حاجه، صافي رزمت، عييت عييت، تكرفص عليا الله ياخذ لي الحق، عييت. وانا عارف راسي بلي انا دايره هادشي، حيت النهار الاول عرفت اللي وقع، كي قال لي بالله يرحمه طلع سروالك، ما كانش عليا نكمل معاك، انا اللي نطلب عقل نطلع سرواني ونمشي لقنط اخر نقلب على راسي في جهه اخرى. ولكن ما تبعتش كلام با، كنت بعت كلام با الله يرحمه. كل قيت دابا، كل قيت ندمت، كل نصيب الجنه ونتعط الارض، واسمح لي ندمت اخويا، ندمت ندمت بزاف، علاش تكرفصت؟ ما تبعتش كلام بابا، انا كنت داكشي كامل اللي قال لي وصلت عليه، كل قيت نجبدو من تحت الارض، كل قيت نجبدو من تحت الارض، علاش داكشي كامل اللي قال لي وصلت عليه؟ رضى بيا مسكين، انا وقع لي مشكل وجايه من الزرق خانزه ورضى بيا، وقال لي بنتي هذاك ما يصلحش لك، طلعي سروالك، انا راضي بك، قلبي على راسك بلا صحراء، وانا ما عنديش العقل. ما حافظاش اخويا، صفر سبعة صفر سبعة 17 82 24 52 صفر سبعة 17 82 24 52 شنو الاحتياجات ديالك دابا حاليا؟ الاحتياجات ديالي راه انا راه واقفة على الدص، واقفة على الدص، انا ماشي غادي نتشرب من اللي عند الباب، من هنا من هنا يتسد عليا الباب من اللور، صافي مشي من هنا. انا هاد السيد اقسم لك بالله العظيم ما تجيش فيك بزاف، شي نعس فوقا ما غاديش بزاف، ما غير حيت انا كنزيد كنضحك على راسي، غادي نضرب نغرق راسي بدل معاه بالولاد، السيد ما داير معايا والو. وقلتها لي نهار اللي جا حيح عليا، قلت ليه شتي نخرج من هنا بالكفل، ما نرجعش معاك مازال، صافي يعني طلع عطاه دابا صافي.